هذا الفيديو رح نتعلم طريقة جديدة كيف ننزل فيديو من يوتيوب. أول شي بنفوت على الفيديو، نكبس على شير كوبي لينك، أو فينا ناخد اللينك من ورا هول الثري دوتس اللي على زاوية الفيديو، شير كوبي لينك، بعدين بنروح على سفاري أو على جوجل كروم حسب التليفون، نكتب هذا اللينك ssyoutube.com، بياخدنا هيدا الويب سايت، وبعمل بيست بالسيرش بوكس اللي عطيونا اياه. بكبس هلا على الفلاش، بياخدوني على داونلود اوبشنز، بنقي اي ريزولوشن بدي اياها، وبعمل لونج بريس عليها او 3 دي تاتش. وساعتها في اوبشنز هون داونلود لينكد فايل. هلا مثل ما شفتوا عم تنزل الفيديو. بدي اقول بهالوقت انه مفروض يكون عندكم الاي او اس 13 مينيموم 13 لحتى تقدروا تنزلوا من سفاري، يكون عندكم هيدا الاوبشن. هلا صار فيكم تفتحوا الفيديو، صار تحت على الزاوية على الشمال في عندكم شير بوتن، بتكبسوا سيف فيديو ليتسيف بالجاليري او شير على واتساب او حيالله محل في حال كنت تنزلوا مثلا واتساب ويب. هلا في حال كان الفايل على شكل ام بي 3 بتكون اياه، يعني كانه ميوزك او ساوند افكت، كمان بتعملوا شير كوبي لينك، ترجعوا بتعملوا لها بيست. بس هالمرة رح نستعمل غير لينك MP3 Juices اسمه هيدا اللينك، وساعتها بتعملوا بيست بالسيرش بوكس اللي بيعطونا اياه. وبتعملوا 3D Touch على الداونلود او لونج كليك. بهيدا الكا لو كبسنا مثلا على كلمة داونلود ما كان اخذنا عملنا ريدايركت على لينك تاني او على دعاية، فكان فينا نكبسها، بس انه الافضل دايما نعمل 3D touch لما نتعرض للينكس بلكي فيهم فيروس وهيك. هلا صار عنا اكسي للميوزك بالفايلز ابليكيشن، في اعملها شير وين ما بدي او سند على واتساب اتسترا.